عبرت عن قوى القاهرة استمعنا لبعض النقاط، لدينا بعض التوضيح. في استعلال كلمتكم تحدثتم على أنكم تواصلتم من حدد 24/12، تواصل معك مجموعة من النواب الموجودين في 75 وتواصلتم مع رئاسة المجلس. أنا نوضح على شخصي، هو السيد الرئيس أو النائب الأول أو الثاني أو النواب، أي ليبي تتحدث معه في مطلع 2020 وتتحدث على الانتخابات في آخر العام، كما يعلم الجميع أن خارج الطريق لديها مسارات، وعندما تتحدث بداية 2020 عن الانتخابات في 24 في آخر العام تتحدث عن مصالحة وطنية، تتحدث عن قبل المصالحة عن قاعدة دستورية من قبل 75، يعني أربع منها قاعدة دستورية، مصالحة وطنية، أمن، وتتحدث عن إخلاء قوات أجنبية. في مطلع العام نقدر نستطيع أن ندفع ونوافق. أنا لم أعلم كهيئة رئاسة بهذا الموعد، ربما استشرت فيها الرئيس، أنا في المحل حنوافق، وأي ليبي حنوافق طالما في مسارات. لم تنجز هذه المسارات، أقحم مجلس النواب في متحدي في شهر أعتقد سبتمبر، تم التواصل من أجل إقرار هذه القوانين، وتم إقرار هذه القوانين من أجل الدفع بهذه العملية، وهذا مطلب لليبيين. ونؤكد على مسألة مهمة، إن مجلس النواب متهم بالعرقلة، متهم بالبقاء في السلطة. فصيغة هذه القوانين، القوانين ليست هي كتب سماوية، تقدمت بعديد من الطلبات من أجل تعديل هذه القوانين وتم الاستجابة لها، آخرها ما تفضلتم به حاليا في جلسة 5 أكتوبر بهمة من الطلبات، تم الاستجابة لكل هذه الطلبات من أجل الدفع بهذه العملية قدما. تم رفض طلب الاثنين من يتعارض مع المفاهيم والمبادئ والحقوق، أما لا يستقيم تقريبا على ما أعتقد طلب وحيد تم رفض، ويصح من السادة النواب وهو متعلق بمنع صلاحيات واسعة للمفوضية، أما باقي كل الطلبات لتقدم بها المفوضية استجاب لها. هذا أولا. ثانيا، فيما يتعلق بالتعرض المفوضية لاقتحام، نحن لم نخاطب بشكل رسمي كمجلس النواب. أيضا ما سمعناه وبيانات صدرت عن المفوضية أن الاعتصام تم خارج المفوضية، وهذا في ظل الحقوق والحريات مكفول لكل الليبيين، وأمر هذا في جدارات. بالتالي نحن لم نخاطب بالتعدي والمساعدة. لا أريد الإطالة على حق مكفول للسادة النواب، ممكن نترك مجال أيضا للسادة النواب يتحدثت عن حالة القوى القاهرة، وهذا هو الأمر المعني به العملية وطلع له الليبيين. قوى القاهرة في كل العالم، البرلمان هو مؤسسة معنية بعملية سياسية، مفوضية هي جهة حيادية بين كل الجهات السياسية الأخرى، نعم تطبع البرلمان، البرلمان مخول بنظام كل هذه الصعاب. تحدثت عن حالة القوى القاهرة عدتهم في 3 أو 4 نقاط، أحكام قضية متضاربة، أحكام خارج المدد، تحدثتم على إنشاء مراكز قانونية، تحدثتم عن التحديدات، هذه هي القوى القاهرة تحدثت عن المفوضية. بالتالي يفترض أنتم الجهة الفنية ممكن لها تنفيذ العملية الانتخابية، نحن هذه الجلسة والجلسات الأخرى لتضمين الصعاب.